نجح نادي نابولي الموسم اللي فات في تحقيق لقب الدوري للمرة الأولى من 33 سنة، اللحظة التاريخية اللي مارادونا فارق الحياة قبل ما يشوفها. ووسط صخب الاحتفالات ظهر من الجانب المظلم من المدينة شعاع ضوء، وهو نادي تاني اسمه نابولي لكن محدش يعرفه. ايه حكاية النادي ده؟ سنة 2009 كان في بعض الشباب الايطاليين خلصوا شغلهم بشكل طبيعي وقرروا يلعبوا ماتش كورة بعد يوم عمل طويل، فدوروا جنب مكتبهم على ناس تلعب معاهم، وبعدها اكتشفوا ان اغلبهم لاجئين ومهاجرين افارقة، فقرروا يساعدوهم على المشاركة في الحياة الاجتماعية عن طريق لعب كرة القدم، علشان يتحول اللاجئين اللي كانوا بيلعبوا كورة فجأة ل 11 لاعب ويعملوا فريق اسمه أفرو نابولي يونايتد. الفريق واجه صدام مع الفيفا بسبب قيد اللاعبين وتحديدا المهاجرين، لكن بتدخل من منظمات حقوق الإنسان وحماية اللاجئين في 2013 سمحت الفيفا للاعبين بتمثيل النادي، وظهر أفرو نابولي يونايتد للنور. النادي ما اكتفاش بإنجاز إنه تأسس، كمان بقى بيصدر المواهب للفرق الأوروبية. أشهرهم كان دييجو مارادونا جونيور ابن الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا. مارادونا الصغير بدأ كلاعب في الفريق ووصل لأنه أصبح المدرب، ووصل بالفريق لملحق الصعود للدرجة الرابعة موسم 2021-2022، لكن للأسف ما قدرش يصعد للدرجة الثالثة. وبعد وباء كورونا وسياسة التقشف اللي اتبعتها معظم المؤسسات، ساب مارادونا الصغير النادي. بعدها اتحد النادي مع نادي كوارتو جراد اللي بيقوم بعمل مشابه لأفرو نابولي، وهو مناهضة العنصرية ودعم اللاجئين، وبقى اسمه كوارتو أفرو جراد. النادي عمل حاجة ما حصلتش في تاريخ الكرة الإيطالية، وهي إنه قدر يصعد 4 درجات متتالية في 10 سنين في هرم الكرة الإيطالية. وبعد المسيرة الناجحة للنادي، هل ممكن نشوف قريب ديربي نابولي لأول مرة في السيريا؟ ولكن حتى لو ما صعدش، في النهاية الهدف اتحقق وتمت مساعدة اللاجئين والمهاجرين، علشان تفضل كرة القدم من أهم مميزاتها هو ارتباطها بالإنسانية قبل المنافسة على الألقاب.